من طراز الفريق اللي بيقول لكل واحد بيقدم لمصر شكرا بشكل مادي وبشكل معنوي كمان زي النهارده مجمع باسم البطله المصريه فريد عصام. ده هي رساله طبعا زي ما قلت دلوقتي من شويه ان هذا المجمع تزامن الفكره بتاعته مع الفوز فريد عثمان بالميداليه البرونزيه في كاس العالم للسباحه، فاحنا فكرنا على طول ازاي نقدر نعمل تكريم يناسب هذا الانجاز اللي عملته فريده، فكنا بنفكر نعمل هذا المجمع، فقلنا خلاص احنا المجمع ده اللي هنعمله نعمله باسم فريد عثمان، وبنقول ان شاء الله ان كل الحاجات الجايه اللي هنعملها هنطلق برضه في مركز شباب الجزيره اللي موجود في 6 اكتوبر على بعض المنشات اللي موجوده برضه هناك بعض اسماء ابطالنا، ودي تبقى يعني زي سنه حسنه كل حد يجي بعدينا يحاول يعني يكرم الانجازات بحاجه رياضيه زي دي تفضل موجوده على مدار التاريخ. معالي الوزير النهارده محمد صلاح تاجر السعاده للدوله المصريه، ولو احنا بندور على وزير للسعاده اعتقد ان محمد صلاح دلوقتي بالسعاده والبهجه اللي بيرسمها على جموع الشعب المصري ممكن نديله اللقب ده، بس بعيد عن الحكومه المصريه عشان ما حدش يقول لنا اي حاجه. لكن النهارده الهدف ال 29 لمحمد صلاح، وانت كنت موجود معاه وكان في فنجان قهوه من العيار الثقيل بيجمعك ما بين محمد صلاح، قول لنا كواليس الجلسه اللي جمعتك بمحمد صلاح هناك الاول في زيورخ، وكلمنا عن الانجازات المتتاليه لمحمد صلاح كشاب مصري كلنا بنفتخر. لا طبعا اولا بنبارك لمحمد صلاح النهارده، كان عندنا اجتماع مجلس وزراء صباح النهارده، وانا خارج الحقيقه شفت السعاده في يعني في وش كل الناس اللي كانوا من الشباب الموجودين خارج مجلس الوزراء سواء من الجهات المساعده، وكانوا بيقولوا يا باشمهندس محمد صلاح جاب هدف الفوز ودي 84، فالناس كلها فرحانه لمحمد صلاح وحاسه ان هو السفير بتاعنا للرياضه المصريه وللشباب المصري كله في كل حته في العالم. الحقيقه كلنا بنفخر بيه مش بس لانه موهوب ولانه الحمد لله هداف الدوري الانجليزي او واحد من افضل لاعبي العالم، لانه كمان باخلاقياته وبطريقه تعامله وبتواضعه الشديد وتواضعه الجم، فهو الحقيقه رساله لطيفه جدا وطيبه جدا للعالم كله عن اخلاقنا وعن شبابنا المصري. اكيد كان في حوار متبادل ما بينكم في معسكر. لا وقال كمان ان هناك مفاجاه من محمد صلاح لوزاره الشباب والرياضه في كاس العالم. محمد صلاح لا نخلي الموضوع ده لما يجي وقته، لكن انا عايز اقول لحضرتك احنا برضه كنت مع محمد صلاح، انا سافرت سويسرا الحقيقه 36 ساعه بالظبط علشان احضر مباراه البرتغال، سافرت الخميس ورجعت صباح السبت، والحقيقه قعدت مع بعض اللاعبين هناك بعض الناس، انت عارف هم النهارده في لاعبين كتير جدا محترفين في الخارج وبيجوا من دول مختلفه وبيبقوا عايزين يجوا مصر 48 ساعه ويسافروا على طول لانه عنده معسكر او عنده مباراه، فكان عندنا بعض الامور الاداريه اللي عايزه تترتب مع ناس كتير واتكلمنا معاهم وشفنا اي حد عنده مشاكل. محمد صلاح الحقيقه من الناس العظيمه جدا اللي دايما الحقيقه ما بيتكلمش عن مشاكله الشخصيه، انما بيتكلم على ازاي عايز يدعم بلده ويدعم شباب بلده، فربنا يكرمه ويوفقه ويحميه هو وكل لعيبه المنتخب، لان الحقيقه يعني مش عايز الناس تزعل من نتيجتين المباراه بتوع البرتغال واليونان، لكن احنا بقى لينا شكل، واي حد فيكم دلوقتي لو قلت له تشكيل مصر ايه في كاس العالم هيبقى عارف تشكيل مصر في كاس العالم، ودي مش حاجه سهله. احنا النهارده بنلعب اي مباراه محدش قدامنا مهما كانت الفريق عنده امل اذا كسب هيكسب فرق جون او يكسب اي حاجه، فريقنا فريق تقيل ولازم نكون واثقين فيه ولازم ندي وننقل الثقه دي للاعبين. انا عاوز اقف معاه عند حضرتك عن التفاصيل يا معلم، الناس عايزه تعرفها. انا مش عاوز ابعد عن معسكر الزيرو، لان حضرتك كنت موجود هناك قبل ما اكون مسؤول، كنت مشجع مصري في حاله قلق، بس انا عاوز اقف على الجلسه اللي جمعتك محمد صلاح. انا بس الاول هرد على سؤال ازمه نادي الزمالك، انا مش هتكلم في ازمه نادي الزمالك، احنا ما عندناش ازمه مع نادي الزمالك، احنا عندنا جواب من النيابه ان احنا نشكل لجنه لاداره الشؤون الماليه لنادي الزمالك لحين انتهاء التحقيقات، احنا في انتظار انتهاء التحقيقات، لو الاتحاد خلصت بكره الصبح هناخد اللجنه ونمشي، لو النهارده بالليل بعتوا لنا قالوا لنا مع السلامه هنقول مع السلامه، لو قالوا لنا لسه قدامنا شهر اسبوع اسبوعين احنا بننفذ قرار النيابه، ولا يستطيع اي حد في مصر ان ينفذ اي مبالغ مطلوبه لنادي الزمالك. احنا جاهزين لاي حد وجاهزين للمرتبات وجاهزين لكل المعسكرات كل حاجه، بس احنا مش هنقدر نصرف اي فلوس الا لما يجي لنا مستند، احنا الناس اللي قاعده دي لا تعرف التكاليف كام ولا تعرف مين بيقبض كام ولا بيعرف كذا، لو جالنا مستند احنا ما طلبناش اجتماعات محاضره اجتماعات مجلس اداره في مرتبات العاملين، لان مرتبات العاملين دي حاجه شهريه، بس يجي لي كاش معتمد من المدير المالي واحنا نصرفه فورا، اي معسكر عايزين فاتوره هندفع الفاتوره، قرارات مجلس الاداره دي في الموضوعات الكبيره، احنا جاهزين فورا وهنحشرف كل حاجه، ولو النيابه قالت لنا امشوا بكره الصبح هنمشي. الزمالك عاوز اتكلم مع حضرتك في المعسكر، احترمتك انت حضرتك ايه اللي لمسته في المعسكر زيورخ، وانا عاوز اتكلم مع حضرتك في التفاصيل شويه لحضرتك، وفي صله من اللعيبه ومن الجهاز الفني ومن مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، ايه اللي